أعلن الجيش الإسرائيلي الإبقاء على الجاهزية لسيناريوهات متنوعة مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه لن يقبل بمشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضي اللبنانية. يأتي هذا في وقت خيم هدوء وصف بالحظر على الحدود بعد القصف المتبادل والذي تم بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. عادت الحدود اللبنانية إلى عين العاصفة من جديد بعد القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي الذي استمر لعدة ساعات قبل أن يخيم هدوء وصف بالحذر على الحدود الفاصلة بين الجانبين، فيما قيل إنه حرص من الطرفين على عدم نشوب حرب أخرى بينهما كتلك التي وقعت عام 2006. فبعد أسبوع من التوتر المتصاعد بين الطرفين على خلفية سقوط طائرتين مسيرتين لإسرائيل في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومقتل اثنين من عناصره إثر غارة إسرائيلية في سوريا، وضع حزب الله تهديداته ضد تل أبيب موضع التنفيذ مع إعلانه تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب حدود لبنان الجنوبية، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال للرد بقصف صاروخي على عدة قرى في الجنوب اللبناني بالتزامن مع تنفيذ مقاتلاته الحربية غارة على أهداف أخرى. وعقب انتهاء رده سارع جيش الاحتلال ليؤكد فشل عملية حزب الله وعدم سقوط مصابين بين صفوف جنوده، مشيرا إلى استعداده لكل الاحتمالات ومواصلة الحفاظ على حالة الجاهزية وتحسينها نظرا لتطور الأحداث. فيما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي ليعلن أن بلاده ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث. أما في بيروت فأجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات هاتفية بعدد من العواصم الأجنبية والعربية يطالب بوقف التصعيد، فيما اكتفى الجيش اللبناني بإصدار بيانات يؤكد فيها الخروقات الإسرائيلية ضد الأراضي اللبنانية والأضرار التي وقعت في لبنان دون رد يذكر.